السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. التمرين هذا تمرين يعلم اللاعبين نوع من أنواع المرونة التكتيكية، كيف بيركض طبعا سريع وبكرة عكسية وبتصويب على المرمى. فإحنا نشتغل بثلاثات، 7 9 8 وراهم مجموعة، 10 6 11 وراهم مجموعة، مجموعة وراهم تقريبا، خذ بالاعتبار أنه يتحركون من مراكزهم تقريبا، فيكون خلف 11 رقم 3 وخلف 7 2 ولاعب مهاجم مركزي احتياط ولاعب لاعب وسط احتياط، وهكذا يكون تدريب بنوع من التخصص. أما لا تريد عمومي فدائما ضع المهاجمين المركزيين والبقية أي لاعب بأي مكان سيان أو بدل المراكز، لكن إذا تريد تخصصي ثبت اللاعبين بعد كل محاولة، يرجع مكانه، وسط يرجع وسط، جناح يرجع جناح، فكل من يتحرك من المكان الذي هو فيه في التشكيل. فمرة من اليمين مرة من اليسار، مجموعة من اليمين مجموعة، المجموعة اللي تخلص ترجع المكان تتهيئ المجموعة اللي بعدها، تبدي المجموعة المعاكسة. فيمين جماعة 9، يسار جماعة 10، وهكذا. التمرين المهم انه المدرب من يعطي الإعاز ابدأ الكرات، طبعا عند المهاجم المركزي عنده كرة، كل مهاجم مركزي، وعلى جانبي علامتين، كل علامة تبعد 3 ياردة عن اللاعب نفس المهاجم، 3 ياردات بس عشان يكون داخل هذه العلامتين وعنده كرة. فلا من يقول ابدأ، اللاعبين اللي هم 8 و7 على بعد 15 ياردة من العلامات يركضون باتجاه العلامات، باتجاه العلامات. يستحسن انه يضرب العلامة برجله، يعني يدعس عليها وينطلق الجناح، ينطلق للجناح والوسط يروح للعمود البعيد، والمدرب يكون في لحظة انطلاق اللاعبين يكون لعب كرة الى منطقة الجناح الى اللاعب رقم 7، وانطلق المهاجم كذلك لمهاجمة الكرة اللي راح يلعبها رقم 7 أرضية أو عالية عكسية. المهم تحقق الهدف من الفعالية، وهو وضع الكرة بالهدف وإنهاءها داخل الهدف عبر حارس المرمى اللي سميناه فينيشنج. والتركيز على ما يعرف، أحدكم يصوب والآخر يتابع، الريباوند سميته آني. وفرحنا جدا في مدربين يعني لا زالوا ما داخلين دورة تدريبية وكذا، لاعبين منتخب عرفوا شنو كلمة الباوند الآن، الحمد لله والشكر، هذا شيء جيد. فالفعالية تمت من اليمين، راح تتم حالا من اليسار، وهكذا. اللاعبين إذا ردتهم لما يرجعون بعد انتهاء المحاولة يبدلون مكانهم للمحاولة الأخرى الثانية اللي راح تصير لهم، 9 يروح للجناح، 7 يدخل كمهاجم مركزي. خلصوا المحاولة الثانية مثلا، راح يجيهم الدور للمحاولة الثالثة، لاعب الوسط يصير مهاجم مركزي، لاعب الجناح يصير لاعب وسط، ولاعب المهاجم المركزي يصير لاعب جناح. يعني بدل مراكز ب3 محاولات يكون جيد. لماذا هذه الجزئية بالفعالية؟ حتى أعطي ما يعرف في مرونة في حركة اللاعبين 3 ذولا، ما تبقى الحركة ثابتة، المهاجم دائما نفس الحركة، المهاجم دائما، اللاعب الوسط نفس الحركة، يصير كشف لحركة اللاعبين من قبل فريق المنافس إذا عنده مدرب ذكي. لكن إذا مرة تشوف بالجناح 10، مرة تشوف بالجناح 7، مرة شوف بالعمود البعيد 10، مرة شوف بالعمود القريب 10، مرة شوف بالجناح 6، مرة شوف 7 بالعمود البعيد، ومرة شوف يعني ومرة ومرة، يسموه المفاجأة في الظهور، مفاجأة. اللاعب 6 راح ظهر بالجناح، هاي مفاجأة بالنسبة للخصم، واللاعب 7 واللاعب 10 راح للعمود البعيد تكون مفاجأة كبيرة، والستة مثلا إذا إجا العمود القريب مفاجأة كبيرة. شنو مفاجأة؟ يعني دائما اللاعبين في غير المكان المعتاد علي اللاعب أن يظهر،
دائما يغير مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، هاي يسموها المرونه في التكتيك. بس كل مره حسب انت المدرب. انا برايي كل ما بما انه احنا عندنا تبديل مراكز، اذا يسموه كل مره سيت شنو يعني ثلاث مرات سيت، فاربع سيتات تكون كافيه. ليه سميتها سيت؟ لان يعني المحاوله الاولى ما بيها تبديل مراكز، المحاوله الثانيه بيها تبديل مراكز اول، والمحاوله الثالثه بيها تبديل مراكز. اذا هذا سيت، اذا اسوي لكل مجموعه من ثلاثه الى اربع سيتات يكون فانتاستيك. ركز على الركض السريع، ركز على القطع عند العلامه، هذا يسموه ركض زاوي. شوف هالزاويه يروح للداخل ثم ينطلق للخارج، ثم هذا ينطلق للداخل ثم المهاجم ينطلق، عشان نعمل اركاض تسمى اركاض كره القدم. انا موفق المولى. بكره 9/9/2022 اسال الله الصحة والعافية للجميع، وصلى الله على سيدي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.